مرض الربو، وبالذات في اليوم التراب اللي احنا فيه ده، فاحنا جايين في الجول سبحان الله. جهود الدولة، الحقيقة الدولة بتبذل جهد محترم جدا في مواجهة مرض الربو. وبالمناسبة هذا المرض أصاب تقريبا 360 مليون بني آدم حول العالم. طيب إزاي نتقي هذا المرض؟ إزاي نتجنب أمراض ما بين الفصول؟ خلوني أرحب وبشدة بالدكتور أشرف عقبة، أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. مرض الربو والنهاردة في تراب، يعني الفقرة جاية على المقاس. لكن أنا ما كنتش أتصور أن في 360 بني آدم حول العالم أصيبوا بهذا المرض. بيعتبر مرض الربو الشعبي الحقيقة من الأمراض المزمنة اللي بتصيب ناس كتير في العالم كله. على مستوى العالم الحقيقة نسبة حدوث المرض يمكن من 3-6% في يعني الدول، باختلاف طبعا الدول اللي ممكن يكون فيها زيادة شوية أو أقل شوية. هو واحد من الأمراض المزمنة المعروفة طبعا، اللي بتسبب ضيق في التنفس وكحة وأزيز في الصدر وصعوبة في التنفس عند المرضى. ممكن طبعا تبقى الحالات بسيطة في معظم الحالات يعني، وخاصة في التوقيت اللي احنا بنعيشه دلوقتي، لأنه بدأ يزيد الوعي بالعلاج والناس انها تاخد العلاج بشكل منتظم علشان ما يحصلش نوبات من ضيق النفس الشديد. لكن طبعا ممكن تكون نوبات شديدة، وخاصة مع الجو المطرب اللي احنا بنعصره اليومين دول، علشان كده بنحذر أصحاب هذا المرض من انهم يتعرضوا للجو اللي فيه أتربة كتير، لأنه ده من الحاجات اللي ممكن تثير نوبات الحساسية عندهم وتكون سبب في نوبات شديدة قد تحتاج في بعض الأحيان لدخول المستشفى. عشان ممكن يضطر يدخل المستشفى. طبعا ممكن، زي ما بنقول انه الحالات احنا بنقدر ان احنا نقيمها الى حالات بسيطة او متوسطة او شديدة او شديدة جدا او شديدة الى حد انها تهدد حياة هذا الشخص. طبعا الحالات الشديدة قوي والحالات اللي بتهدد الحياة دي ممكن طبعا ان احنا نحتاج فيها دخول المريض للمستشفى وكمان للرعاية المركزة واستخدام بعض الأدوية او الوسائل العلاجية اللي هي بتاعه الرعايه المركزه. صحيح. طب انا اساسا حضرتك احنا معانا على التليفون دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزاره الصحه. اهلا بيك يا دكتور حسام. الخير استديو، تحياتي. ازاي الصحه يا فندم وليه مشاهدي حضرتك؟ وحضرتك بالصحه والسلامه. طبعا معانا داخل الاستوديو مشرفنا دكتور اشرف عقبه، استاذ البطنه والمناعه جامعه عين شمس. وكنا بنتكلم على مرض الربو، وفي نفس الوقت انا محتاج هنا اسال دكتور حسام، ايه الجهود اللي بتقوم بها الدوله لمكافحه هذا المرض او لمواجهه هذا المرض في مصر؟ احنا الحقيقه لسه يمكن من اقل من يعني 3 أو 4 أيام كان عندنا مؤتمر كبير برعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان لامراض الجهاز التنفسي وعلى راسها الربو. احنا بالاضافه انه في عندنا قسم او اداره خاصه في وزاره الصحه مسؤوله عن الامراض التنفسيه ومن ضمنها الربو او امراض الرئه. في عندنا جزء خاص بالتوعيه، وفي جزء خاص بمستشفيات الصدر. احنا عندنا مستشفيات صدر منتشره في كل المحافظات في 27 محافظه تقريبا. عظيم. التطوير اللي حصل في مستشفيات الصدر خلال الـ3-4 سنين اللي فاتوا، يعني زي ما بيقولوا من وسط المحنه تولد المنحه، واحده يمكن من ضمن الفوائد القليله التي استفاد منها العالم في من جائحه كورونا هي الاهتمام بمستشفيات الصدر. طبعا. والحرص على تطوير مستشفيات مستشفى صدر العباسية حصل لها تطوير كبير جدا، وتم تزويدها بأجهزة ومعدات يمكن رقم زاد عن 100 مليون جنيه. طيب مستشفيات الصدر في كل المحافظات النهارده في بروتوكولات، يمكن استاذنا الدكتور اشرف عارف ان في بروتوكولات ما بين وزارة الصحة والجامعات المصرية والاساتذة في الجامعات المصرية في الامراض الصدريه او امراض التنفسيه. طيب دكتور حسام، مش هينفع تبقى معانا وما نسالش على الاحتياطات الواجبه بخصوص اهالينا اللي مسافرين حج باذن الله؟ خلينا نقول انه احنا عندنا ارشادات خاصه بالحج
تنقسم الى ما هو قبل السفر. قبل السفر احنا الارشادات اللي بتوصي بيها وزاره الصحه بضروره اخذ التطعيمات والتحصينات اللازمه اللي بيلزمنا بيها الاشقاء في المملكه العربيه السعوديه زي الحمى الشوكيه. والمفروض انه الفتره اللي هياخد فيها لحمى الكرسي زادت عن 3 سنوات. اخر 3 سنين لازم يكون حصل على لقاح الشوكيه، ان ما كانش يبقى ياخد لقاح السفر. لقاح فيروس كورونا المستجد ما زال ضروريا حتى بعد ان اعلنت منظمه الصحه العالميه ذهاب حاله الطوارئ العالميه، لكن لازم ياخد اللقاح جرعتين من موديرنا او فايزر او استرازينيكا او سينوفار او سينوفاك او سبوتنيك، او جرعه واحده من لقاح جونسون، واللي فات عليه 6 شهور من اخر تلقيح ياخد جرعه تنشيطيه واحده من اي من هذه اللقاحات باذن الله. ده الزام. حلو. لكن احنا بنوصي في وزاره الصحه بالاضافه الى هذه بانه الناس تاخد كمان لقاح الانفلونزا الموسميه، خصوصا الحوامل والاطفال دون سن ال5 سنوات وكبار السن او المصابين بالامراض اللي تؤدي الى نقص في المناعه. اشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان. اعود مرة تانية لدكتور اشرف، بما انه الربو من الممكن ان يؤدي الى مضاعفات تؤدي ان انا ادخل المستشفى واخش عناية مركزة ومستلزمات، هل في امور يعني هو بيجي لي بناء على الايه؟ هل هو مرض مناعي ولا هو هل بسبب مثلا موجات ترابيه زي دي، ولا هو حاجه اقرب لانواع من الحساسيه الصدريه؟ مهم عندنا ان احنا نبقى فاهمين بصراحه، وبالذات انه مش عايز اسميها كده، بس احنا كتير جدا ما بنبقاش عارفين الحاجه وبننزل نفتي ونخش على الصيدليه نطلب ادويه ونقعد نبلع في دواء، واحنا عمليا انا اظن بنرتكب يعني جريمه في حق انفسنا. هستأذن حضرتك، هنطلع فاصل وافهم الحته دي، ولكن عندما نعود بعد الفاصل. أنا قلت جملة على سبيل المداعبة مع دكتور أشرف، قال لي بالمناسبة دي صح. والله مش هقول لكم هي إيه دلوقتي، الأول خلوني أجدد ترحيب بدكتور أشرف عقبة أستاذ البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. ودكتور أشرف في الفاصل شرح لي حاجة عمري ما كنت أتصورها متعلقة بالجهاز المناعي والحساسية. اتفضل يا دكتور اشرح لي. عايزين بس نفهم الناس، المناعة هي أولا جزء من جسمنا وبالتالي يتأثر بحالتنا الصحية عموما. فأي حد مثلا بيدور على إن هو يقوي المناعة، طيب تقدر تقوي القلب، مفيش حاجة كده. تقدر تقوي الجهاز الهضمي، مفيش حاجة. وبالتالي مفيش حاجة اسمها نقوي المناعة. أنا لما أكون بتكلم على المناعة أنا عايز مناعة متوازنة، لأنه المناعة لو ضعيفة هيحصل التهابات ويحصل أورام، ولو المناعة قوية هيحصل حساسية وأمراض المناعة الذاتية. وبالتالي أنا مش عايز المناعة تكون لا ضعيفة ولا قوية، أنا عايزها متوازنة متكافئة، لأنه النظام المناعي في جسمنا زي ما هو بيهاجم هو كمان مسؤول عن الإصلاح وعن إعادة البناء. يعني لما بيحصل مثلا أنه جسمنا يتعرض إلى أي شيء ضار حتى لو خبطة، ممكن الجهاز المناعي يبدأ يتخلص من الجزء اللي اتضرر وبالتالي ويساعد في إعادة البناء مرة تانية. علشان كده المناعة المفروض إنها إحنا عايزينها متكافئة وتتأثر بالحالة الصحية عموما. إزاي بقى أنا أخلي قلبي كويس؟ إزاي أخلي معدتي كويسة؟ إزاي أخلي عضلاتي كويسة؟ كل ده برضو بيأثر على المناعة. وبالتالي التعرض للشمس، التغذية السليمة، استنشاق الهواء النظيف، ممارسة الرياضة، عدم التدخين، البعد عن الضغوط النفسيه، هي دي يعني الوسائل العموميه لاني احصل على مناعه متوازنه وسليمه. اما لو حبيت ان انا احصل على مناعه متخصصه علشان اقاوم مرض معين، في الحاله دي انا محتاج اخد اللقاح بتاع
المرض ده، فيقوم يبقى عندي أجسام مضادة مستعدة لأنها تقاوم المرض اللي احنا بنتكلم عليه. بجهز جسمي. يبقى أنا كده باخد مناعة متخصصة ضد مرض معين. طبعا احنا الأطفال لما بيتولدوا بنبدأ نعمل لهم برنامج تحصين وندلهم لقاحات من بداية أول ما يتولد، وخاصة في السنتين الأولانيين. حلو. والغرض في التحصين ده إن أنا أديله لقاحات تخلي جسمه يقدر يبقى عنده مناعة ضد أمراض إحنا بنخاف منها. حلو. زي مثلا إن شاء الله الأطفال، زي السعال الديكي، السعال الديكي، زي أما الشوكية بالظبط، والغدة النكفية وغيرها. والدرن وهكذا. هو الغرض بقى يعني ايه، ان احنا لما نيجي نتكلم على المناعه يبقى عندي وسائل بنسميها وسائل عموميه، ان انا لازم اهتم بصحتي عموما بالطرق الايه، الطرق العاديه. يعني مفيش حد مثلا يتفلسف ويقول كل مش عارف ايه بالذات، لانه ده معناه ان احنا كاننا بنحرم اللي ما بياكلش من نفس الحاجه دي ان هو صحته تبقى كويسه، مع انه هو لو بياكل تغذيه صحيه بتحتوي على المكونات اللي الجسم بيحتاجها زي الفيتامينات والمعادن وفي نفس الوقت السعرات الحراريه الكافيه. يعني انا عايز طفل مثلا يكون بيتغذى بياخد البروتينات والكربوهيدرات والدهون بشكل يخلي السعرات الحراريه بتاعته سليمه وما يحصلوش حاجه من اتنين، يا اما نبص نلاقيه عنده سمنه مفرطه او نبص نلاقيه عنده هزال. وكمان ياخد احتياجاته اليوميه فقط من الفيتامينات بدون مبالغه، لانه الناس ساعات بتبالغ. في ناس بتعتبر انه ياخد فيتامين كتير ده كويس، في حين ان بعض الفيتامينات ممكن تسبب كوارث في الجسم لو زادت عن الحد. بالظبط. الا اذا كنا محتاجينها، يعني واحد عنده نقص في الفيتامينات بالظبط، او اثناء تعرضه لبعض الامراض مثلا اللي احتياجه فيها بيزيد، او تعرضه لظروف زي مثلا الست الحامل او اللي بترضع، دي احتياجها من الفيتامينات بيبقى اعلى صحيح من لو ما كانتش في نفس الظروف دي. وبالتالي الاحتياجات اليوميه بتتغير بالسن والظروف، واذا كانت زي ما بنقول حامل او بترضع، او ان هو بيعاني من مرض نقص من هذه الفيتامينات. الشيء الثاني اللي حضرتك سالت عليه اسباب الربو ايه؟ احنا عندنا اسباب بنسميها اسباب جينيه او استعدادات وراثيه، الى جانب اسباب بيئيه. اذا اجتمع الاثنين ممكن يحصل الربو. طبعا الشخص أو الطفل الصغير اللي عنده الأسباب الجينية اللي تخليه يبقى استعداده لحدوث الربو أعلى، ده بيبقى لو تعرض بقى لمثيرات للحساسية، نبص نلاقي إنه بتجيله نوبات الحساسية دي. والمثيرات دي الحقيقة مثيرات كتيرة. هنا الجسم بقى يبدأ يتعامل مع هذه المثيرات على إنها عدو، كأنه حاجة غريبة. وهو ده اللي بيخلي بنقدر نقول عليه انه حساسيه، يعني فرط في استخدام المناعه بزياده عن اللزوم. يعني واحد مثلا يتعرض الى شويه تراب او روائح نفاذه، الشخص العادي ممكن انه يتعامل معاها بشكل عادي ما تؤثرش على الشعب الهوائيه عنده، لكن مرضى الحساسيه هنا بيشوف دي على انها حاجة مثيرة ومستفزة للنظام المناعي، فيبدأ جسمه يطلع كيماويات تخلي فيه تقلص في الشعب الهوائية تضيق، وكمان إفرازات من الشعب الهوائية الخلايا المخاطية اللي جواها تزيد، فيبدأ يحصل انسداد في الشعب الهوائية أو ضيق في الشعب الهوائية بتسبب الكحة والأزيز وضيق النفس والتزييق اللي الطفل أو الشخص اللي عنده الحساسية بيعاني منه. في بقى هنا فرضيات الحقيقة مهمة جدا وبدأ يبقى فيه اهتمام بيها. أول حاجة إنه بعض الأدوية والإضافات الغذائية أصبحت دلوقتي كتير جدا، ويمكن التكنولوجيا اللي بتستخدم إضافات غذائية على الأكل اللي احنا بناكله بشكل يومي، وخاصة المعبأ والمجهز، يعني لبن معزز بفيتامين دال، مش عارف ايه معزز بفيتامين الف، المواد الحافظه يمكن اكتر كمان، لانه دي هو عايز يخلي العبوه نفسها عمرها اطول. فبالتالي المواد الحافظه دي ممكن تكون مثيره ومستفزه للحساسيه، فيجي له نوبات من الحساسيه نتيجه استهلاكه للحاجات دي بشكل كبير. كمان بعض الادويه اللي بناخدها بشكل خاطئ، زي مثلا
مثبطات بيتا. مثبطات بيتا دي احنا بنستخدمها في بعض الاحيان كدواء للضغط. دي لو استخدمناها في مكان خاطئ او في شخص خاطئ يعني غلط مش هو ده اللي محتاجها، نبص نلاقيها بتجيب له نوبات الحساسيه. او بعض الادويه برضو بتاعه الضغط اللي ممكن تكون مسببه للحساسيه، مش عايز اذكر يعني المسميات، لكن بعض ادويه الضغط ممكن تكون سبب للحساسيه. كمان في بعض الحاجات اللي ممكن تكون سبب للحساسيه، مثلا الام المدخنه او اللي بتاخد ادويه اثناء الحمل بشكل خاطئ او بشكل مكثف مثلا، ممكن ده يزود استعداد الطفل للحساسيه. كمان بعض الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها بشكل خاطئ، وخاصه التمدين الزائد، وهنا دي بيسموها الفرضيه الصحيه. الفرضيه الصحيه الحقيقه بدات تظهر في 10-15 سنه الاخيره. وجد انه معدلات الحساسيه في العالم بدات تزيد، يعني من 20 سنة ما كانش معدل الإصابة بالحساسية في العالم بنفس المستوى، وده نتيجة إنه الناس بقت بتعيش داخل البيوت أكتر من خارج البيوت. وداخل البيوت فيه مستفزات كتير، إلى جانب إنه هو ما بيتعرضش لبعض البكتيريا اللي في بعض الأحيان بيكون جسمه محتاجها. كمان الطفل اللي بيتولد بالعملية القيصرية، هنا وهو بيتولد بالعملية القيصرية ما بيعديش في القناة اللي المفروض ان هو اثناء الولاده يستنشق بعض الميكروبات اللي موجوده فيها، وبالتالي يبقى استعداده لحدوث الحساسيه اعلى. وجد ان الاطفال اللي بتتولد بالقيصريه بيجي لهم حساسيه بنسبه اعلى من اللي ما بيتولدوا كده. انا فهمت الولاده الطبيعيه، بس انا جاي قيصريه، فانا كده فهمت الحساسيه اللي عندي في عيني كل ده عشان ما تنفستش الحاجات اللي المفروض اتنفسها. قلت لهم الكلام ده من بدري محدش سمع الكلام. قلت لهم يا جماعه انتوا ارتكبتوا في حقي حاجات غريبه. كمل يا فندم. تمام. وبالتالي اصبح بقى في بعض المسببات للحساسيه احنا بنعايشها كتير بزياده عن اللزوم عن الاجيال السابقه اللي سبقونا قبل كده، وده خلى معدلات الحساسيه تبقى زياده في الفتره الاخيره. كمان بعض زي ما قلنا الإضافات الغذائية واحدة من الحاجات الحقيقة المسببة للحساسية بشكل كبير. في بعض الأمراض بقى اللي فيها الاستعداد الوراثي زيادة شوية، نبص نلاقي مثلا أنه بعض الناس عندهم حساسية في الأنف والشعب الهوائية، وكمان بيجي لهم إكزيما أو أرتكاريا مزمنة وهم أطفال. الثلاثة دول عندهم استعداد للحساسية بزيادة نتيجة أنه عندهم عيوب وراثية تخلي هذا الاستعداد موجود يعني زيادة عن اللزوم. وبعض الناس اللي عندهم بعض الأمراض اللي بتصيب الأوعية الدموية ممكن يجي لهم برضو نوبات من الحساسية وضيق النفس، وزيادة في نسبة الخلايا اللي بنسميها الإيزينوفيلز اللي هي مسؤولة عن إفراز كيماويات ممكن تعمل ضيق في الشعب الهوائية وزيادة في إفراز المخاط، فبتخلي عنده حساسية. طب واللي هم عندهم الحاجات دي وراثيا دي ملهاش علاقة خالص، يعني اللي عنده حساسية في مناخيره عشان عيب وراثي، أو اللي عنده إكزيما أو دي كده ملهاش علاج؟ طيب خلينا نكون صراحة، اللي بيعاني من الحساسية حسب التعريف الدولي ليها، هنا احنا بنسعى في العلاج إلى من نسميه أسمى كنترول. يعني إيه؟ يعني السيطرة على المرض. أيوه. فمثلا بالنسبة لحساسية الصدر احنا السعي فيه في العلاج هو الكنترول. والكنترول هنا ليه تعريف، التعريف بتاعه انه هذا الشخص يكون عنده ما بتجلوش نوبات طول الوقت في اليوم، وفي نفس الوقت بيعرف ينام بالليل من غير نوبات من الحساسية، وما بيستخدمش البخاخة بتاعته بمعدلات عالية، وانه هو النوبات بتاع ضيق النفس والأزيز الصدر وكده تكون أقل، وهو نفسه تقييمه لحالته شكلها ايه. اذا كان التقييم ده كل واحد بياخد 1 من 5، فاذا كان هو من 20 ل 25 يبقى معنى كده ان هو كنترولد. اذا كان من 15 لغاية 20 يبقى حالته متوسطة. اذا كان اقل من 15 يبقى احنا بنتكلم على شخص انكنترولد خالص، وبالتالي علينا بقى ان احنا نستخدم الادوية بالتدرج. تدرج الحقيقة ده في توصيات عالمية بالنسبة لعلاج مرضى الحساسية. توصيات الحقيقة
وهنا دي نقطة مهمة لازم يعني نضغط عليها، انه من يعاني من الحساسية المفروض ان هو الحساسية ده مرض التهابي، فبالتالي سواء عنده نوبات او ما عندوش احنا محتاجين نديله علاج حتى لو مش اثناء النوبة، لان هنا العلاج وقائي وكمان علاج اثناء النوبة. فبنديله علاج وقائي علشان نقلل من حدوث نوبات، ونديله علاج اثناء النوبات عشان نخفض من الاعراض اللي هو بيعاني منها، وده بنعمل له تقييم طول الوقت علشان نشوف هل هنتدرج للمستوى. برضو في هنا خمس مستويات، هنتدرج من المستوى الاول للثاني للثالث او الرابع او ننزل اذا كانت حالته بتبقى تم السيطره عليها. كلام حلو جدا دكتور، يا ريتني كنت قعدت مع حضرتك من زمان، انا اتشرفت الحقيقه بالمقابله. كل الشكر ليك يا دكتور اشرف بجد يعني، وشويتين برضو شرحت لنا شويه حاجات في ظل هذا الوقت الضيق، بس انا شخصيا هبدا اركز في شويه حاجات جدا مع نفسي ومع ابني بالتحديد. اشكرك جدا يا دكتور اشرف. شكرا. كل الشكر للدكتور اشرف عقبه استاذ البطنه والمناعه بجامعه عين شمس. خلصت الحلقه صحيح، لكن زميلي العزيز رجائي رمزي بقى هيكون موجود معاكم حالا بالا وبرنامجه رقم 10، اما انا لو كلنا العمر فهنتقابل بكره باذن الله في برنامجكم التاسعه. سلامات.